هذا عبده كبران راسه كتير كتير، وانت لازم تكسر له راسه قدام العالم. باسم ياخور في ورطة أنهى حياة رجل أمن وما تم كشفه صادم. باسم ياخور يتورط، الحكم على باسم ياخور بالإعدام. أحداث مشوقة في العربجي. ورطة كانت رح تزلك طول حياتك، وجوزت لك بنتك اللي ما كنت قادر تضبط. تشهد الحلقات الأخيرة من مسلسل العربجي أحداثاً مشوقة وحماسية، حيث ظهر في الحلقة الماضية تورط عبدو الذي يلعب دوره الممثل السوري باسم ياخور في قتل رئيس المخفر بعد أن حكم عليه بالسجن ظلماً، ليقرر بعدها المتصرف بالحكم على عبدو بالإعدام. كما شهدت الحلقة انقلاب عبدو على درية خانم التي تجسد دورها نادين خوري، وتفاعل الجمهور مع الحلقة الماضية وأشادوا بالمسلسل وضخامة الإنتاج، وتساءلوا حول إمكانية عرض جزء ثاني من المسلسل، خصوصاً أنه لاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الوطن العربي. لما كتافك تبقى تقدر تشيلها لهالعباية، وقتها أبقى أعجم الناس لحتى تحتمي فيها. أما عن مسلسل العربجي فيتعرض الفنان السوري للظلم بعد مقتل زوجته على يد رجال أبو حمزة النشواتي، ومن ثم يقومون بإخفاء جثتها وإيهامه مع أبنائه بأنها هربت مع عشيقها. وبسبب ما حصل يعيش عبد وأولاده في حالة من الصدمة، خاصة بعد أن تفضح الداية بدور علاقة ابنته بأحد الأشخاص، ليضطر إلى تقبيل قدم أبو حمزة من أجل التستر على ابنته. كما تصدر اسم الفنان السوري بعد مشهده في العربجي، إذ أجبر أبو حمزة النشواتي وهي الشخصية التي يجسدها الفنان السوري سلوم حداد غريمه عبد العربجي أي الفنان باسم ياخور على تقبيل قدمه من أجل التكتم على الفضيحة. عم يقولوا مرت العربجي هربت مع عشيقها. يا لطيف، دنيا آخر وقت يا سيدي. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المشهد، مثنين على براعة كل منهما بتجسيد شخصياتهم. أما عن المسلسل فقد كشف الممثل السوري سلوم حداد أن الحلقة الثانية قلبت موازين الأحداث رأساً على عقب، قبل أن يطل باسم في فيديو لاحق تحدث فيه عن ظهور الشخصية التي تقدمها زميلته الممثلة ديما قندلفت. ولقب باسم ياخور شخصية ديما قندلفت بدور بمصنع الشرور التي ستقلب أحداث المسلسل، وهو ما دفع الأخيرة للرد على باسم قائلة: شفت هلأ فيديو لعبد العربجي، قال بدور اليوم فايتي على الحلقة، وهو مسميها بدور مصنع الشرور. يا عبدو يا عربجي، القصة مو قصة رماني، قصة قلوب مليانة. بنت مبت.